بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا مجلس جديد من مجالس الصحابة الميامين مع نبي رب العالمين، وهذا المجلس أتكلم فيه عن قضية حديثة قديمة متعلقة بالنفس الإنسانية، أن الإنسان أحيانا يميل في اجتهاده إلى أن يستصحب ويستصلح أهل الشأن من أصحاب الوجهات وأرباب الأموال، ظنا أنه بذلك يكون أكثر خيرا وأعظم فائدة، وربما في ذلك الوقت هو يهمل أهل الخير والصلاح الذين هم أقل شأنا أو أضعف سلطانا أو أدنى مرتبة أو مالا. هذه المسألة كثيرا ما تكون خاطئة، لأن أصحاب الرسالات يتأيدون دائما بالرجال الذين لا غرض لهم إلا حمل الرسالة ونصرة الرسالة، وكثيرا ما يكون هؤلاء الرجال الذين يحملون الرسالات ليسوا من أهل الأطماع، ليسوا من أهل الأطماع، وليس لهم مأرب من مآرب الدنيا لا في مال ولا في جمع أتباع، وإنما مأربهم الكبير إنما هو التقرب إلى الله عز وجل. نحن اليوم في قصة حدثت تجسد هذه القضية الحديثة القديمة، وهذه القصة لم تحدث مع أي أحد، وإنما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة أخرجها الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: أي سعد، وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الآية. هذا الحديث وإن كان مختصرا لكن في اختصاره يحكي قصة طويلة، هي قصة الدعوة، قصة الدعوة. ودعونا نتكلم عن الحديث إجمالا ثم نستخرج ما يمكن أن نستفيده منه إن شاء الله. بداية، هذه معية مباركة، معية الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودائما الذين يصحبون أهل الفضل وأهل العلم لا يحرمون من خير، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، وهو قرشي مكي، يحكي لنا قصة وقعت في صدر الدعوة، وقعت في أول الدعوة، وقعت في بدايات الدعوة. هذه القصة يحكيها صحابي آخر، وهي قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا. ليست الغربة في ذات الإسلام، ولكن الغربة في أهل الإسلام. ويمكن أن تكون الغربة في ذات الإسلام باعتبار أن الإسلام في ذلك الوقت دين غريب في وسط أهل مكة. إذن الغربة يمكن أن تكون مسحوبة على أهل الإسلام، ويمكن أن تكون أيضا معني بها الدين الإسلامي. إذن الدين غريب وأهل الدين غرباء، ولكن المعنى المقصود هنا متعلق بأهل الدين، بأهل الدين. فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لغاية هنا المسألة محتملة الدين، وتحتمل أيضا أهل الدين، لأن في آخر الأزمان سيرفع القرآن، سيرفع القرآن، وفي آخر الزمان ينتشر الجهل ويرفع العلم، يرفع العلم، ما عادش فيه علم، وينتشر الجهل أو يفشو الجهل. حتى الكعبة اللي تعتبر قبلة أهل الإسلام تنقض حجرا حجرا، يعني الكعبة تنقض حجرا حجرا. شعائر الإسلام تدرس، تنتهي وتنمحي، ولا يبقى من الإسلام إلا الذكرى، إن الناس يسمعوا إن كان في دين، والدين ده آباؤهم كانوا بيقولوا فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا ما يدركوه وما يعرفوه عن الدين. يبقى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذا الأمر يحمل على الدين، ويحمل أيضا على أهل الدين. لكن بقية الحديث فيها دلالة إن المقصود هنا هو الأمة، لأن الدين له رب يحميه، لكن دايما الاهتمام يكون بالأمة، لأن الأمة إذا كان الاهتمام موجها إليها هي التي ستحمل الدين، وهي التي ستنشر الدين، وهي التي ستنصر الدين بإذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. في روايات بقى: من هم الغرباء؟ ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير. الأحاديث والروايات التي بيّنت ذلك. فلما الصحابي يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، يعني ستة نفر ده قلة، عدد قليل. فلا ينبغي للحق أن يقاس بالكم أو بالعدد، ما ينفعش. الحق ليس كالفاكهة أو كالخضروات بيكال ويوزن، أبدا الحق مش كده. ولكن الحق معياره الأوحد أنه من عند الله عز وجل، ده المعيار الأوحد للحق، لو ليس له معيار آخر، ليس له معيار زماني أو مكاني، ليس له معيار شخصي أو عائلي أو قومي، أبدا. ولكن معياره أنه من عند الله. قال الله: وقل الحق من ربكم. إذن الحق من عند الله عز وجل، ولهذا القرآن حق، لأنه من عند الله، ولو لم يكن من عند الله ما كان حقا. ولهذا قال ربنا عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الصحابي الجليل بيقول إن احنا كنا قلة مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام صاحب دعوة، ويحب أن تنتشر دعوته، ويعلم أن الملأ في القوم هم أهل السيادة والريادة، وأنهم إن دخلوا دعوته دخل الناس وراءهم أفواجا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم طمع في إسلام الملأ من قريش، الناس بقى الرؤساء والكبراء وعلية القوم. النبي عليه الصلاة والسلام طمع في إسلامهم، وما الضير أن يؤمنوا وأن يسلموا، ما الضير. فإن الهداية ليست حكرا على طائفة دون طائفة، والإسلام دين ليس دينا عنصريا، وليس دينا قوميا، مش دين للعرب، وليس دين لعنصر دون عنصر، ولكن الإسلام دين لكل البشر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكان النبي
يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة أو كافة صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يعرض الإسلام على الملأ من قريش، يكلمهم، يقرأ لهم القرآن، يحببهم في دين الله عز وجل. الملأ بيمتازوا إن هم أهل كبر، بيمتازوا إنهم أهل كبر وأنهم أهل أهواء، ولا يفسد الإنسان أكثر من اتباعه لهواه. يعني أكثر حاجة تفسد الإنسان اتباعه لهواه، دي أخطر شيء، أخطر عدو للإنسان هو اتباع الهوى، هو اتباع الهوى. ولهذا مشاهدينا الكرام، لو قرأنا مواضع الهوى في القرآن ما وجدنا موضعا في القرآن إلا كان الهوى فيه مذمومة. كل مواضع الهوى مذمومة، كلها مذمومة، من أول سورة البقرة لغاية سورة صاد وما بعد سورة صاد، نجد إن كل المواضع كلها مذمومة، لدرجة إن فيه بعض الأدباء ربطوا بين الهوى والهوان، قالوا إن إذا كان كل مواضع الهوى مذمومة، كل مواضع الهوى مذمومة، إذن هناك علاقة بين الهوى والهوان. فقالوا نون الهوان من الهوى منزوعة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. على طول إذن هناك علاقة بين الهوى وبين إفساد الإنسان وضلال الإنسان وابتعاد الإنسان عن معايير الهداية. دي يعني مسألة محسومة. طب إذا كان الناس دول بيتبعوا أهواءهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الهدى، إلى الهدى، تعالوا اسمعوا كلام الله وتعالوا انقادوا إلى شرع الله عز وجل، لن يقبلوا ولن ينصاعوا. طب إيه العلة اللي هم بيظهروها؟ نظرهم فوجدوا إن في هناك صحابة حوالين النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة دول كان منهم أصحاب الملابس الرثة، يعني ملابسهم رثة بسيطة مهلهلة، وبعضهم كان يلبس الجباب التي ربما تفوح منها رائحة العرق، ومنهم العبيد كبلال. فالناس دول ناس سادة، ناس كبراء، ناس يعني مترفين، كما يحدث حتى في هذه الأزمان، إن أصحاب الشرف والسيادة والجاه والمال والسلطة لا يمكن أبدا إن هم يجلسوا بجوار رجل بسيط، أو يقعدوا معاه، أو يسمعوا له، أو يقتربوا منه، أو يجعلوه صديقا لهم أو صاحبا لهم، أو يواسوه في مناسباته، في أفراحه أو في أحزانه. دي مسألة صعبة جدا. فأهل قريش لما نظروا إلى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وجدوهم في هذه الحال، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تريد أن نكون معك في دينك اطرد هؤلاء، اطرد الناس اللي معك دول، اطرد بلال واطرد سعد واطرد هؤلاء الناس، اطردهم، لا يتجرؤون علينا. كلمة لا يتجرؤون علينا فيها معنى التعليل، لأن هم لو قعدوا معانا العبيد والضعفاء، لو قعدوا مع السادة والأقوياء والأشراف، يبقى كأنهم راسهم براسنا، إزاي؟ هم فين وإحنا فين؟ إحنا أصحاب المقامات العالية وهم ضعفاء المساكين، فإزاي يقعدوا معانا؟ المجتمع الطبقي ده لا يعرف الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه، وقع في نفسه، يعني ايه الضير؟ ان هو يعمل الكلام ده بالفعل، والمسألة لو عملها لن يفوت احد من الصحابة شيئا، وهذا الامر لا ينقص لهم قدرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقول لهم يا احبابي انا اعمل كذا كذا كذا، بس ده حتى اتألفهم وحتى يكونوا معنا في الدعوة وحتى يدخلوا معنا في دين ربنا عز وجل، وبعدين لما يدخلوا في الدين ويذوقوا حلاوته يبقى احنا كنا حاجة واحدة. كان ممكن يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. ولذلك سعد بيقول فوقع في نفسه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى هذا الاجتهاد وحدثت نفسه إياه بهذا الاجتهاد. يبقى إذا ممكن الإنسان في حديث للنفس، أيوة في حديث للنفس،
إن الإنسان يفكر من غير ما يتكلم ولا من غير ما يصنع شيء، ويكون في عنده ميل قلبي وتخطيط نفسي ذهني إن هو يتوجه هذه الجهة. طيب، لو الإنسان بالفعل تحدث في نفسه ببعض المعاني دون أن يفعل ودون أن يتكلم وما إلى ذلك، هل يحاسبه الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم حلنا المسألة دي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تفعل. يبقى حديث النفس ده ربنا بيعفو عنك فيه، لأن المسألة دي يعني ممتازة جدا ومفيدة لبعض الناس الذين تصيبهم الوساوس، بتهجم عليهم الوساوس فيبدأوا يتكلموا مع أنفسهم وأنفسهم تحدثهم ببعض المعاني، فيظنون أنهم بذلك قد خرجوا خروجا بعيدا عن الديانة. اللي حصل إن لما النبي عليه الصلاة والسلام مالت نفسه إلى هذا التأويل وهذا الاجتهاد مراعاة لتحصيل المصالح ورجاء لهداية قومه، أنزل الله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الدعاء والذكر والدعوة إلى الله عز وجل والنصيحة والعمل الصالح وقراءة القرآن، ده كله يدعون ربهم بالغداة والعشي. العلماء قالوا أول النهار وآخره، قالوا هذا أول النهار وهذا آخر النهار، الغداء والعشي. ولكن أنا بقول إن من أساليب العربية إن هو لو جاب الظرفين المتقابلين في سياق واحد ده ما بيدلش على وقتين، ده هذا بيدل على العموم. عندما أقول قابلته ليل نهار، قابلته صبح مساء، مش معناه ان هو قابله عند الصباح وعند المساء، هنا شوية هنا شوية، ولكن معناه انه قابله طوال اليوم. فمعنى ذلك ان من صفة اهل الايمان انهم يدعون ربهم طوال الليل وطوال النهار، حياتهم كلها مربوطة بربنا سبحانه وتعالى. فهذا حديث جليل، وينبغي لأهل الإيمان أن يتعودوا على أن يحبوا من كان مماثلا لهم في الإيمان حتى ولو كان ضعيفا وضيعا، فإن القدر العالي لا يكون إلا عند الله. قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.